يجي معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. المنتخب الأولمبي أدى تدريباته بمعسكره الجاري في دبي استعدادا لودية السعودية بكرة الثلاثاء، وده في إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وحرص الجهاز الفني المنتخب بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني على منح اللاعبين توجيهاته الخططية والفنية لتنفيذها في المباريات، خاصة الجوانب الهجومية. وأدى بعض اللاعبين تدريبات استشفائية تحت إشراف أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي. منتخب مصر خاض ميرانو الأخير استعدادا لمواجهة كاب فيردي النهاردة الساعة 10 مساء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية. اتحاد الكرة أصدر بيان رسمي امبارح أكد فيه عودة اللاعب محمد صلاح لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي لاستكمال علاجه، على أمل لحقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل. منتخب جنوب أفريقيا فاز على منتخب ناميبيا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا، وبيتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما بيأتي منتخب ناميبيا في المركز الثالث. منتخب تنزانيا اتعادل مع منتخب زامبيا بنتيجة 1-1 في مباراة لجمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية. منتخب المغرب اتعادل مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار. منتخب مصر لكرة اليد فاز على منتخب الكاميرون بنتيجة 35-16 في ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بتستضيفها مصر في استاد القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. حصل يحيى خالد لاعب المنتخب الوطني كرة اليد على جائزة أفضل لاعب في فوز منتخب مصر لكرة اليد على الكاميرون. منتخب السعودية تأهل لدور 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 بعد الفوز على منتخب قرغستان بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد أحمد بن علي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة. نجح المنتخب السعودي في التأهل بعد الوصول للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، أما قرغستان في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط. فريق برشلونة فاز على فريق ريال بيتيس بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي. بالنتيجة دي تواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، وفريق ريال بيتيس بقى في المركز التاسع برصيد 31 نقطة. فريق ليفربول المحترف فاز ضمن صفوفه طبعا محمد صلاح فاز على فريق بورمونس بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، وبيحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الثاني عشر في ترتيب البريمير ليج برصيد 25 نقطة. منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة توج بالميدالية الذهبية في كأس العالم بالبحرين 20 سنة ليواصل تصدره للتصنيف العالمي في إنجاز تاريخي.